كابتن، اشترك بالقناة وانشر المقطع في كل مكان وكن سعيدا دائما. هلا والله شباب، يلا حيهم في يومنا الأخير هنا في هانوي. صراحة اليوم يومي الأخير، معنا 7 ساعات وبإذن الله رايحين للمطار إلى وحدة من أجمل المدن اللي موجودة هنا، يسمونها مدينة الحب، مدينة الورود يا صديقي. فعلشان كذا بحكم معنا 7 ساعات كنا نبي نستكشف المدينة ونزور بعض الأماكن القريبة من السكن، لأنه يعني كلها كم ساعة إن شاء الله وبإذن الله رايحين على المطار. فاكتشفت بجنبنا حديقة ورود جميلة جدا، مدخلها الحالة يا صديقي يعبر لك عن جمالها. فخلونا ندخل ونستكشفها. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا إيش؟ هذا حديقة ولا إيش؟ بس خلينا نشوف إذا كم سعر التذكرة هنا. هلو سين شاو، how much the ticket؟ 70,000. ها؟ 70,000. ها؟ 70,000. What's by man؟ 71. Yeah yeah okay. Come on. Thank you so much. طبعا طلع دخولها يا صديقي ب 70,000 فيتنامي، يعني تقريبا 10 ريال سعودي ما يقارب 3 دولار امريكي. بالله شوف مدخلها يا صديقي، ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا المدخل الحالة زي كذا. اجمل شيء يا صديقي انها قاعد تمطر، يعني قاعد تطشطش فيها رذائل، فطالع ريحة الورود والجمال هذا جدا جميلة. بالله شوف الجمال، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف الله يكرمكم، شوف سطل الزبالة كيف. حتى سطل الزبالة شكله كويس. جميع المكان أخضر هنا، أكثر شيء جمله الألوان الحلوة هذه، ومع رذاذ المطر طالع الريحة أسطورية، ما شاء الله تبارك الرحمن. الله شوف الجمال يا صديقي، ما شاء الله تبارك الرحمن. وحنا الآن إن شاء الله اليوم رايحين إلى أشهر مدينة في فيتنام كاملة في الطبيعة، يسمونها مدينة الورود وأيضا مدينة الحب يا صديقي. أكيد إذا كان فيها ورود أكيد تكون مدينة الحب، وهذا الجمال موجود في العاصمة. أجل كيف مدينة الحب ومدينة الورود؟ نشوف ممكن أشياء خيالية يا صديقي. ما شاء الله بالله شوف الجمال كابتن. طبعا هذا فقط المدخل، للحين ما دخلنا الحديقة، الآن ندخل الحديقة ونشوف جمال أكبر بكثير من هذا الجمال. هذه على قولتهم مقبلات فقط. مقدمات يا صديقي، ما شاء الله يا أخي البيوت هذه والله العظيم جميلة. شوف شوف الأكواخ هذه البسيطة الجميلة، نخلي المكان مرة أسطوري. أجمل شيء في هذا المكان إني جيت بوقت المطر الآن، الرذاذ رذاذ المطر مخلي ريحة الأزهار والأشجار جميل جدا، يعني غيم ومطر وزهار. شوف النخيل كيف، ما شاء الله تبارك الرحمن، شكله جميل مرة، سبحان الله. هنا تاخذ لك صور أسطورية يا صديقي. شوف البيت الأصفر، الله سبحان الله، لونه مرة مرة غريب جدا. طالع جميل مرة. ممكن يبيعون أشياء هنا، هذه الظاهر أنها للبيع، إذا كنت بتشتري شيء تقدر أنك تشتريها من هنا. سين شاو، you look nice. ها بكتشا، خلنا نصورهم دقيقة يا أصدقائي، شافوني فرصة. ريدي اوكي، 1 2 3. Very beautiful, very beautiful. Okay, come on. Bye bye. والله أشكالهم جميلة جدا هنا بلبسهم الفيتنامي هذا مع هذا الجمال، طالع جميل جدا. شوف شوف مصممين لك البيوت وهذه على أشكال مدن أيضا مع الورود. شوف الحصير طالع جميل جدا، ما شاء الله تبارك الرحمن. الآن خلوني أدخل هذا المكان الواضح فيه بحيرة جميلة. هلو سين شاو. شوف المكان يا صديقي، شوف الله، شوف البحيرة. والله طالع مكان جميل. أيوة في كافيهات حركات، أعتقد هنا بعد ما وقف المطر تشوف الناس يجون هنا كثير، لأنه مكان قريب جدا من المدينة، يعني ما هو بعيد، فقط دقائق معدودة. أنا ساكن قريب من هنا. بالله شوف المكان يا صديقي، أوف أوف أوف، والله العظيم طالع جميل جدا، ولكن في هواء دقيقة. ما شاء الله تبارك الرحمن، بالله شوف المكان يا صديقي، شوف الجمال يا الله. اسألكم بالله ايش رايكم في هذا الجمال؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، شوف الجلسات الاسطورية، شوف الجلسات الاسطورية، شوف البط كابتن، والله في بط ما شاء الله تبارك الرحمن. حط لك خيام هنا،
أعتقد أنه يمديك تستأجرها وتستمتع فيها. شوف الجمال يا ما شاء الله، والله العظيم ما كنت أتوقع أن هذه الحديقة أيضا على البحيرة. أعتقد الخيام هذه يمديك تستأجرها، ما حطوها كذا إلا أنه يمديك تستأجرها. صدق صدق إن فتنان مدينة الورود والجمال. هذه المخيمات يا صديقي، وأعتقد عاد هنا فيها المطاعم. هنشوف إذا عندهم أكل ولا شيء ممكن ناكل من هنا. عندهم كوكونات. هلو، Do you have pan mi? Pan mi. My mi ka. Yeah. Yes. With egg. More. Egg. More, yeah. More than. More. Yeah. Yes, please. How much is it? 20. Okay. وجبة البان مي هي الوجبة الوحيدة اللي ما تخاف منها، يحطون معها بيض. طبعا انت تختار ايش تحطون فيها، تبيها بيض، خنزير، دجاج، اي شيء، بس طعمها لذيذ. واجمل ما فيها انهم يستخدمون فيها الخبز الفرنسي. طبعا احنا جربناها في اكل الشوارع في اليوم الثالث وعجبتني مرة، واكثر شيء يعني حيرني اللي هو الخبز. شوف هذه البان مي عبارة عن بيض وايضا يحطون معها خضروات. اكثر شيء عجبني فيها الخبز، الخبز استغربت منه. بعد ما بحثت عنه طلع خبز فرنسي يسمونه خبز الباكيت او شيء زي كذا، الباجيت او الباكيت. فطعمه لذيذ مره طالع مع البيض والسلطه والشطه يا صديقي، والله طالع اسطوريه. صم هذا المكان. سعره فقط 20,000، يعني ما يقارب 3 ريال سعودي، دولار واحد فقط، يعني رخيصه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والله لا اطلب وحده ثانيه. طعمها لذيذ مره. وان بان مي امور بان مي يا 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 ثانك يو سو ماتش. اك 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 يس، والله طلبت وحده ثانيه على طول من اللقمه الاولى يا صديقي، طلبت وحده ثانيه على طول. طعمها لذيذ مره، على ما خلصها الا الثانيه مخلصها. طعمها لذيذ يا صديقي، بدولار واحد، ارخص من كذا ما في. ثانك يو سو ماتش كمان. وصلت الثانية يا صديقي، والله العظيم طعمها لذيذ مرة، سعرها 3 ريال. الله يديم الرخص. بسم الله. والله يا صديقي صراحة المكان طلع أكبر مما توقعت. هذا المكان اللي شفناه كله أبوه، ولكن طلع في مكان أكبر اللي هو هذا. شف قسم ثاني يا صديقي، أكبر بكثير من اللي شفناه. والله صراحة هذا شكله أكبر وأجمل أيضا، مليان بالزهور والورود والأشياء الجميلة. والله هذا المكان جمع لك كل حاجة، أكل، نوم، بحيرات، خيمة، قهوات، ورود. بالله شوف الألوان الجميلة، شوف الألوان الجميلة يا صديقي، ما شاء الله تبارك الرحمن. من يمينك ومن يسارك جميع أنواع الزهور. هذا عباد الشمس الأصفر ما شاء الله. سبحان الله، شوف كله متجه هناك على اتجاه الشمس. سبحان الله يا اشكاله والوانه. هذا ايش؟ سبحان الله، والله العظيم صدق حياه اخرى بين الطبيعه ما شاء الله. كابتن شوف الجمال، ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا يا صديقي الجمال هذا ايضا لو تروح تشوف هنا في بحيره يا صديقي، تشوف الجمال كيف. هذه البحيره وقدامك الورود والأزهار، ما شاء الله تبارك الرحمن. والله العظيم الجمال مع الريحة يا صديقي طالع شيء لا يوصف بالكلمات أبدا. أنا لازم أروح للبيت الشجرة هذا بشوفه، شكله عاجبني مرة. لو ألقى مكان زي كذا ممكن أسكن فيه يا رجل. ولا هذا بعد، الله أشكالها جميلة جدا ما شاء الله. بيت الشجرة. أنا طبعا الآن في بيت الشجرة، شوف الجمال هذا يا صديقي، فوق الأشجار ها. حتى حاطين لك لمبات وحركات وبركات، ما شاء الله. والله العظيم يا صديقي المنظر من هنا أسطوري، شوف الحديقة كلها أبوها كاملة مع البحيرة في بيت الشجرة، صراحة جميل جدا. أجمل مكان شفته في هذه الحديقة. شوف حاطين لك الدرج يا صديقي، ترقى وكل ما ترقى زيادة تشوف الجمال بشكل أكبر. بس انتبه احنا طوال يا صقع عروسنا، تتنامين مره صغار. شوفوا اول ما تدخل، اول ما تدخل يا صديقي يجيك بيت الشجره. شوف الجمال. بالله شوف الجمال، شوف 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 بالله شوف الجمال مع الدريشه، ما شاء الله تبارك الرحمن. يمديك تشوف الحديقه كل ابوها كامله، جميل جدا. حاطين لك اكثر من بيت يعني، هذا واحد. وايضا شوف عندنا شباك يا صديقي، يمديك تتفرج على الجمال كله من جميع اتجاهات. والاجمل من ذلك ايضا شوف حاطين لنا بلكونه،
عند غصن الشجرة. شوف هذا الغصن بجنبك ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذه البلكونة، بلكونة بيت الشجرة. والله العظيم مكان جميل جدا يا صديقي، ما شاء الله تبارك الرحمن. والله لو نقدر ننام هنا يا صديقي كان نمنا هنا. أفضل شيء بيت الشجرة، تقعد تشوف هذا الجمال. يا سلام ما شاء الله تبارك الرحمن، مع البلكونة هذه الحلوة في الصباح تتفرج على هذا الجمال، أوف يطلع لك مكان أسطوري جدا. ها والله صراحة أجمل بيت أشوفه بيت الشجرة هذا. بالله يا صديقي تخيل أنك تمشي في هذا الجمال مع الغيم والطبيعة والمناظر الخلابة والورود يا صديقي، وأيضا الريحة، الريحة لحالها كلام ثاني. يا ما شاء الله تبارك الرحمن، صدق هذا مكان استرخائي جميل، تتأمل في هذا الجمال ما شاء الله. الريحة يا صديقي مع الغيم والطبيعة والمناظر شيء ما أقدر أوصف بالكلمات صراحة، ما شاء الله تبارك الرحمن. لازم كلكم تزورون تستمتعون في هذا الجمال وتحسون بالمشاعر اللي قاعد أحس فيها الآن. يوم الثلاثاء اللي راح صورت مقطع مدة 46 دقيقة عن حياة المسلمين هنا في هانوي. هانوي وشمال ما في إلا مسجد واحد في هانوي، رحت صورت المسجد وجلست مع الناس هناك وأكلت من مطعم باكستاني، وأيضا تعرفت على شخص من أهل العراق. كنت مبسوط جدا بشوفته لأني أحب أهل العراق وكثير من الناس اللي تابعوني من أهل العراق، فتحية لكم. ولكن للأسف الشديد أن المقطع ما أدري وش صار فيه ولا قدرت أنزله، فعلشان كذا اليومين اللي راحت يا صديقي ما نزلت شيء بسبب المشكلة هذه، ما سمحت لي أبدا أني أنزل المقطع. ولكن كثير من الناس سبحان الله يمر في مشاكل زي كذا، أو يمر في ضغوط زي كذا، أو يمر في أفكار سلبية زي كذا تأكل على يومه، أو أنك مسوي جدول يا صديقي منظم لك يومك، منظم لك حياتك، منظم لك أسبوعك، وفجأة يجي شيء عارض، يعني أفكار سلبية، ضغوط، مشاكل. بصراحة من أجمل الأشياء اللي تعلمتها وصرت أطبقها وصارت ما عاد تفرق معي إذا مرت في ضغوط أو مشاكل أو أفكار سلبية هي ثلاث أشياء يا صديقي. لازم الحاجة الأولى أنك تعرف أنك في أفكار سلبية أو في مود حزين أو في ضغوط، لازم تعرف الشيء هذا. بعض الناس ما يدري ليش هو متضايق، ما يدري ليش هو في شيء بس ما يدري وشه. لازم تعرف يا صديقي أنك في حالة حزن، في حالة ضغوط، في حالة مشكلة. والحاجة الثانية أنك تتقبل الشيء هذا، لازم تتقبل. بعض الناس يرفض الضغوط، ليش أنا؟ ليش تنحذف عندي؟ ليش ما مشى الجدول زي ما أنا أبي؟ وليش 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 وليش؟ لازم تتقبل الشيء هذا، تعرف إن عندك مشكلة، تتقبل إن عندك مشكلة يا صديقي. والحاجة الثالثة إنك تشغل أفكارك وتركيزك بشيء ثاني، لازم تسوي لك حاجة، تطبخ، تشاهد مقاطع سون العنزي، تشوف لك شيء جميل، شيء تحبه، أهم شيء تشغل أفكارك يا صديقي، لأنك لو جلست كذا مخك بيروح توماتيك للأفكار السلبية أو للمشاكل أو للضغوط اللي أنت تمر فيها. فعلشان كذا لازم تعرف تتقبل وتشغل نفسك يا صديقي في عمل، وكل ما كان عمل يدوي يكون أفضل. فهذا الشيء صراحة يعني خلاني أستمر في حياتي مهما مريت في ضغوط ومهما مريت في مشاكل ومهما مريت يا صديقي في أشياء ما مشت زي ما أنا أبي. فطبق الشيء هذا وبإذن الله يا صديقي أنك راح تدعي لي. طبعا هذه أخذتها المعلومة من أخصائي، من أفضل الأخصائيين النفسيين اللي موجودين عندنا في المملكة. مثل ما استفدت وأفادتني حبيت أني أفيد. طبعا أصدقائي رجعنا من الحديقة الجميلة، والآن بإذن الله جاي عند السكن، بياخذ شناطي وبعدين بروح المطار على طول ومع صديقي. How many buildings do you have in here? I have five buildings. Five buildings. Yes. All of them like same this room or maybe bigger room for family, for single people, for couples. Like what kind of room do you have? I have the room for family and one bedroom, two bedroom, and the left view room. Okay. Many room. Different location. Yes. Near. طبعا شباب هو قال لي صورني، حبيت اني اسولف انا وياه وطلع معي. فعندهم five building. Right? Five. Yes. عندهم خمس مباني. والله صراحة انا على بالي فقط المبنى هذا، طلع عندهم مواقع مرة كثيرة وشركة جميلة جدا. Do you have card for the card for yes. the yes. وكرتهم هذا يا اصدقائي، اذا حبيتوا انكم تجون هذا كرتهم اللي بتواصل. And your name brother? أبكات. أبكات؟ yes. اللي يبي حاجة عند أبكات والله it's very good person. He give me nice room. You remember yeah. before? Yes. طبعا أنا حجزت غرفة رخيصة مرة، ولكن عشان كان فيها شخص ما رجع للحينة فأعطاني الغرفة هذه أكبر، هو اللي جابني. فوالله thank you so much brother. كمان. You are welcome. Thank you so much. الآن بإذن الله بناخذ شنطة ونروح للمطار، باقي أربع ساعات.
نجلس هناك ونمنتج لكم على ما نخلص المونتاج بإذن الله. جاء وقت الطيارة، حان وقت الرحيل يا أصدقائي، لأننا بناخذ الشنطة وبعدها نمشي للمطار أخيرا. هذول ينتظرون غرفتي. الحين قاعدين يطفون. يا I will go to the airport. Yeah, because I will go and edit the video. My flight 9, but I will stay and edit the video. Yeah. Okay, brother. See you soon. See you soon. Yes. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Okay. يلا مشينا الآن. وين قراب؟ الظاهر إن هذا هو. فينا بسرعة يوصلون والله. ثواني معدودة يوصلون. ساعدني يا كابتن. سنتا. يس. بسم الله. ما شاء الله والله سيارة جميلة. To the airport, brother. Yes, sir. Bye bye. Bye bye. Come on. Bye bye. وهنا المطار يا أصدقائي. الله والله العظيم إني أحب المطارات، وكل ما أدخل المطار دائما أستمتع. دخلت مطارات مرة كثير، ولكن أحب إني أدخل المطارات. كل ما أدخل أستمتع فيها أكثر. ما أدري ليش. أستمد طاقتي من المطارات. طبعا هذا المطار الداخلي في فيتنام. هذه عربية يا كابتن. وين العربيات هنا؟ يا يا يا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. How are you? Good. You are from where? India. ما شاء الله. Which city? Mumbai, Delhi? Mumbai, Mumbai. Like you are working here or what? Yes, sir. Working here? Working here. I go to Ho Chi Minh. Ho Chi Minh? Ho Chi Minh City. No, I'm going to Dalat, then I will go to Ho Chi Minh. إن شاء الله I will see you there. Okay brother, see you. Bye bye. يا حليلة والله الهنود يا أخي صرت أحبهم مرة. بعد ما سافرت الهند حبيت الهنود مرة كثير، على طيبتهم وكرمهم وتواضعهم البسيط جدا. عموما لقينا العربية. والله العظيم يا صديقي تذكرت يوم من الأيام كنت في الرياض، كل ما تضايق أروح إلى المطار، أروح إلى المطار الدولي واخذ لي كافي اتقهوى وبعدين ارجع البيت عشان احسن من مزاجي. فانا والله العظيم اني احب المطارات جدا. والان جاي المطار علشان اسافر من مدينه لمدينه ومن دوله الى دوله. شوف سبحان الله، زمان كنت احلم واروح المطار بس علشان احسن من مزاجي، والحين من دوله الى دوله. شوف من شفت القهوه هذه على طول تذكرت المشاعر الجميله اللي كنت احس فيها زمان. كنت ماشي في المطار وبعدين ادور لي مكان اجلس به. منتج لكم هذا المقطع يا صديقي. والله شكل المطار كبير. كابتن شوف، واضح ان المطار كبير، مع ان هذا المطار الداخلي يعني ما هو المطار الدولي. في مساج والله. ذكرت حركه يا صديقي حقت المطارات اللي تحط الكاميرا كذا وبعدين تمشي. يلا دقيقه بالله، انتم عاد تسووا حالكم انكم ما انتم قاعد تشوفون اللقطه هذه، وبس شوفوا اللقطه وانا امشي. يلا تمام تمام. هلو سينشاو. هلو. What kind of coffee do you have? Americano, latte, matcha. Can I have cappuccino? What size do you want? What size I want? Give me medium. One half coffee. Yes, I am going to Dalat. Is it good city? Yeah, good. Very good. Very good. Dalat is very cheap in Vietnam. It's very cheap in Vietnam. Very cheap? Yeah. No. Huh? Very cheap. Cheap? Ah. Very beautiful. Very beautiful. You go Dalat before? No. No? Yes. I hope you go one day. Thank you. Thank you. كمان طبعا مدينة دالت اللي رايح لها تعتبر واحدة من أشهر المدن اللي موجودة في فيتنام، كلهم يمدحونها ولكن للأسف ما يروحون لها. يحكى أن هناك أسدا يا صديقي كان يذهب إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض كل فترة حتى يشرب القهوة، متمسكا في أحلامه أن يوم من الأيام سوف يسافر ويذهب في كل مكان ويشتري القهوة من كل مكان يا صديقي، ويفعل ويعمل أعمال التي يحبها ويمنتج المقاطع السفر. الله لا تعليق يا صديقي بالله. شوف شوف حتى شكل القهوة جميل جدا، قلب حب.
نشرب القهوة ومنتج لكم المقطع الجميل مقطع السفر أيضا في المطار، مكان السعادة، مكان السفر، مكان الجمال يا صديقي. فخلوني الآن أحتسي القهوة ومنتج المقطع واستمتع في هذا الجمال في هذا المطار الجميل ما شاء الله. والله نستانس جدا نشوف المطارات، فخليني أشرب القهوة عشان ما تبرد يا صديقي، لازم أشرب القلب معكم. حويلي أجمل أكل وأجمل قهوة تشربها في المطار، حتى لو كانت مش كويسة المطار يحليها يا صديقي. يلا خلص المقطع وأشوفكم إن شاء الله في الطيارة إلى مدينة جديدة بإذن الله. خلصت المونتاج وجاء وقت الرحلة إلى مدينة دلت، مدينة الورود، مدينة الحب يا صديقي. وكالعادة يا سادة أنا آخر واحد تقريبا. هلو سين شاو. هلو مساء. Thank you. الله طريق السعادة يا أصدقائي، طريق السعادة اللي ما يعرفه. طبعا أصدقائي أنا راح أوصل هناك الساعة 8 مساء وقت نزول المقطع، فعلشان كذا ما أقدر نزل داخل الطيارة. فإذا كنت تتساءل ليش ما نزل المقطع أمس أو صار لك يومين ما نزلت، اليوم الأول للأسف انحذفت الملفات، اليوم الثاني أنا بالطيارة زي ما تشوف يا صديقي. فبإذن الله راح ينزل لكم بعد ما أوصل على طول إن شاء الله. زحمة والله يا كابتن. اللي يدور تذاكر رخيصة يغضب أي حاجة يا صديقي. الله أهم شيء يسافر. طيارتنا يا صديقي. Thank you. عادنا الكرسي حقي 12 F. إن شاء الله دريش F. Excuse me ma'am. Is F window seat? Next to the window. Okay. Thank you so much. الحمد لله طلع جنب النافذة. دوروا معي كرسي رقم 12 جنب هنا طاح. الله يا سلام عند الإكزيت. Excuse me brother, I am there. Yes. Ha? Yeah, I am here. Yes. Can you give me space? Yeah, please. Thank you. Come on. والله كرسي استراتيجي ذا ما شاء الله. Where are you from? Saudi Arabia. Okay. You are from Hanoi or Dalat? Yes. From Hanoi. I live Dala. Dala, oh good, good, very good. Camera? That's very nice. Yeah, okay. I am YouTuber. YouTube. Say hi. Hi. Hello. Yeah. Hello. Yeah. Yeah. Hi. Okay. I follow you. Yeah, you're welcome, brother. Thank you so much. Thank you. Can you answer me? Yes, sure. No. YouTuber. YouTube. Yes. Oh. صراحة صديقي أول مرة أشوف طيران اقتصادي زي كذا، شوف مرة واسعة والله ما شاء الله. ممكن علشان أنا بجنب الإمرجنسي. عموما يا أصدقائي سعر التذكرة 220 ريال سعودي من هانوي إلى دالت مدينة الورود مدينة الحب يا صديقي، يعني 60 دولار أمريكي على طيران الفيتنامي الاقتصادي. 220 مع شنطة 20 كيلو تشحنها، أنا شنطتي 10 كيلو فقط، فيعطونك 20 كيلو 60 دولار ولا شيء. أشوفكم إن شاء الله في المدينة الجديدة. سلام.